عادات وتقاليد رمضانية. إعداد وتقديم إيمان عجيني. من أياد الله ساجد وبترجى ودموعي فوق خدي ندمان على ذنبي. المشي بشوارع المغرب خلال شهر رمضان المبارك متعة وأنشودة للحواس تتسلل على الأذن مع عبارة التهنئة المغربية الشهيرة بعواشر مبروكة. ما بتفارق هالعبارة ألسنة المغاربة طيلة رمضان، وبيرتبط مفهوم العواشر بالثقافة المغربية بشهور معينة ومناسبات دينية، أهمها شهر الصيام أو سيدنا رمضان مثل ما بيسمي أهلنا بالمغرب تعظيما لها الشهر الفضيل. تتنوع طقوس وعادات الاحتفاء بالعواشر في المغرب، وبتبدأ أواخر شعبان مع تنظيف البيوت والمساجد وشراء أواني جديدة لاستقبال الشهر الفضيل، وبيطفي النفار أو المسحراتي مثل ما بيسميه المشارقة على ليالي رمضان طابع مميز وسحر خاص. يعد الزي التقليدي من تفاصيل شهر رمضان يلي بيتمسك فيه أهلنا بالمغرب، وبيحرصوا رجال ونساء وأطفال على ارتدائه خلال الزيارات العائلية والتسوق وعند أداء الصلوات بالمسجد وأيضا بالعمل. بيشهد سوق المدينة القديمة للرباط حركة غير معهودة، حيث بيزداد الإقبال على محلات بيع اللباس التقليدي، وبيجتهد أصحابها بتنويع عروضهم من الجلباب والقفطان والجبدور وغيره. وما بتكتمل ليلة رمضان إلا بجلسة عائلية بعد صلاة التراويح حول كأس الشاي وحلوى صفوف أو سلو، وهي حلوى شعبية بجهزها النساء خلال شهر شعبان، وبتتكون من طحين محمص ولوز وسمسم ومواد أخرى. من بين أشهر العادات المغربية التقليدية برمضان عادة تسمى تخياط النهار، وهي العادة اللي بتستخدم لتشجيع الأطفال على صيام شهر رمضان، حيث يصوم الطفل نصف اليوم وبيفطر، بيرجع بيصوم نصف اليوم التالي، وبخياطة أو تخياط نصفي اليومين بحسب اللهجة المغربية يعد الطفل إنه صام يوم كامل، وذلك تخفيفاً عليه من مشقة الصيام. ولما يكبر الطفل ويصوم يومه الأول كاملاً تعمل له الأسرة احتفال كبير تحضر العيلة ابتهاجاً بهالحدث المهم والمميز بحياته. بيرتدي الصائمين الصغار ملابس تقليدية، الجلباب للفتى والقفطان للفتاة، وترسم على أيديهم الحنة، وبتحضر ست البيت مائدة إفطار متنوعة بتضم كل شي بيشتهيه الطفل الصائم من وجبات، وبقدم له أفراد العيلة هدايا كتشجيع إله ولغيره على حب هالعبادة. تبلغ ذروة الاحتفالات ليلة 27 من رمضان يلي هي ليلة القدر أو ليلة من ليالي القدر، فبيقضوا معظم الليل بالصلاة بالمساجد، وبتحرص النساء على إعداد أطباق الكسكس حتى يخدوها للمسجد ويتناولوه المصلين خلال فترة الاستراحة. بيحرص النساء المغربيات على تطيب البيوت بهيدي الليلة بالعطورات وارتداء ملابس جديدة، كما بتشجع الأسرة أبناء الصغار على صيام هاليوم، وبيخدوهن بعد الإفطار لصالونات التزيين ليتزينوا مثل العرايس ويلبسوا القفطان والمجوهرات والتيجان على الرؤوس، وبيتم حملهن على ما يسمى العمارية، وهي عبارة عن هودج بتحمل عليه العروس بليلة عرسها. أما الصبيان فبيلبسوا لباس تقليدي مثل الجبدور أو الجلباب، وبيركبوا على حصان مسرج، وبيتم التقاط صور إلهن تخليداً لها الذكرى، وبيستمر الاحتفال بالأطفال الصغار لوقت متأخر من الليل. جا رمضان جا رمضان جا شهر التوبة
شهر الغفران رضا علي دام كتوبه وش رمضان جا رمضان. يعد صوت الزواكة وقت الإفطار واحد من أهم التقاليد المغربية المتوارثة يلي بيدوي صوته يوميا بوصفها أحد أهم معالم شهر رمضان بالمغرب، وهي آلة نفخ كهربائية ظهرت بالفترة الاستعمارية حيث استخدمتها السلطات الفرنسية بزمن الحرب العالمية الأولى كصفارة إنذار، وبزمن الاستعمار كانوا المغاربة يضبطوا عليها ساعات بمنتصف يوم الخميس. انتهت الحروب ورحل الاستعمار وبقيت الزواكة جزء أصيل من شهر رمضان بالمغرب، فعبر إطلاقها يعلن عن حلول الشهر الكريم وعن موعد الإمساك والإفطار. وبتتكون الزواكة من 8 مكبرات صوت متراصة على نحو دائري من جميع الجهات مع محرك بيشتغل عبر الكهرباء ومولد احتياطي. رغم كثرة المساجد بهالبلد ومآذنه بقيت الزواكة من التقاليد الراسخة برمضان، حيث يصر أهل المغرب على الحفاظ عليها، فلكل مدينة مدفع وزواكة وهن الآلتين يلي ما بيحلى رمضان من دونهن، وكأنه أصوات تتم للوحة ما بتكتمل إلا بوجودهن. لكن بالسنوات الأخيرة بقيت هالآلتين عم يجاهدوا ليبقوا كتراث رمضاني مهدد بالانقراض. صلوا 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 على رسول الله، صلوا 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 على رسول الله. كنتم مع برنامج عادات وتقاليد رمضانية من إذاعة الشرق الأوسط.